بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاث كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم موصيا بها بعض أصحابه، وهي وصية لكل الأمة، لأنها تتضمن المنهج الذي يسير عليه المسلم في هذه الحياة مع ربه سبحانه وتعالى ومع نفسه ومع الناس. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذه هي الكلمة الأولى يبين فيها صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل العبد مع ربه عز وجل، وذلك بأن يتقي الله. والتقوى في الأصل وفي اللغة مأخوذة من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين الشيء الذي يضرك تجعل وقاية، كالشوك تجعل وقاية دون الشوك، تجعل وقاية دون الحر ودون البرد، يقيك من الحر، يقيك من البرد، يقيك من الشوك. هذا في اللغة. أما التقوى هنا فالمراد أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية تقيك من العذاب، وهذه الوقاية إنما هي بطاعة الله سبحانه وتعالى، بفعل أوامره وترك ما نهى عنه سبحانه. هذه هي التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. هذا معنى تقوى الله سبحانه. والله جل وعلا قال: فاتقوا الله، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال في آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة للآية الأولى، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله حق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لأن هذا شيء لا يستطاع. أن تتقي الله حق تقاته هذا شيء لا يستطاع، لأن العبد لا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته. الآية الثانية بيّنت المراد، وأن المراد أن الإنسان إذا اتقى الله حسب استطاعته أن ذلك يكفي منه،
وما لا يستطيعه فليس بمؤاخذ عليه. فالمسلم إذا اتقى الله حسب استطاعته فإن الله يعفو عن الشيء الذي لا يستطيعه، وإن كان الله جل وعلا يستحق ذلك. وتقوى الله حق تقاته سره أهل العلم بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى. وهذا وأن يشكر فلا يكفر، ثلاثة أمور: أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وهذا لا يستطيعه العبد بكماله، العبد دائما محل التقصير، دائما محل العجز والكسل، فلا يستوعب أن يطيع الله ولا يقع منه معصية أبدا، وأن يشكر الله فلا يكفر شيئا من نعمه، وأن يذكر الله فلا ينسى أبدا. هذا صعب ومقام لا يصل إليه الإنسان، ولكن إذا فعل ما يستطيع من هذه الأمور فإن الله يعفو عن ما لا يستطيعه العبد بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وتقوى الله علق الله عليها خيرات كثيرة، وتكرر ذكرها في القرآن. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه صفاتهم، ما حصلوا على هذه الجنات والعيون إلا بهذه الأمور العظيمة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يقومون الليل أو أكثر الليل، ويعترفون بتقصيرهم مع قيامهم، يعترفون بتقصيرهم، ولذلك يستغفرون بالأسحار، يجمعون بين العمل الصالح وبين الاستغفار والاعتراف بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. وكما أنهم يحسنون فيما بينهم وبين الله، يحسنون فيما بينهم وبين الخلق، في أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه من صفات المتقين. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، ما نالوا هذا الشيء إلا بالعمل الصالح. فالجنة لا تدرك بالتمنيات والكسل، وإنما تدرك بالأعمال
الأعمال الصالحة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة. وفي الآية الثالثة يقول: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بسبب التقوى. هذا فيما بين العبد وبين ربه، أن يحافظ على طاعة الله وأن يتجنب محارم الله. فإذا فعل ذلك فقد أتى بالتقوى. فيما بينه وبين ربه عز وجل. والكلمة الثانية: أتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان محل للخطأ ومحل للمخالفة، ولكن الله جل وعلا بلطفه ورحمته أن جعل له باب التوبة وباب العمل الصالح. فإذا صدرت منه سيئة فليبادر بالتوبة وليتبع التوبة بالعمل الصالح. فإن الحسنة تكفر السيئة وتمحوها. أتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال تعالى: إن الحسنات، قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فمن حافظ على الصلوات الخمس وحافظ على صلاة الجمعة وحافظ على صيام رمضان فإن الله يكفر بهذه الأعمال سيئاته الصغائر. وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة، أو أن الله يعفو عنها سبحانه. لا بد أن العبد يتوب منها، أو أن الله جل وعلا يعفو عنها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو يتعامل مع نفسه بهذا العمل الجليل، أنه إذا صدرت منه معصية فلا يتمادى في المعاصي ويتساهل، بل يبادر بالتوبة. وكذلك لا يقنط من رحمة الله ويظن أنه لا يغفر له. يأتيه الشيطان ويقول له: أنت عملت كذا وكذا فلا تنفعك التوبة، فيقنط من رحمة الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
ويقول سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويقول سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والتوبة لا تبقي ذنبا ولو كان كبيرا، التوبة الصادقة لا يبقى معها ذنب، يتوب الله على من تاب، حتى الكافر إذا تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سلف منهم من الكفر والشرك والأعمال القبيحة، إذا أسلموا وتابوا فإن الله يغفر لهم ذلك. توبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبله. الأعمال الصالحة كفر الله بها الأعمال السيئة، والتوبة لا تبقي ذنبا إذا كانت توبة صادقة، فإن الله يتوب على صاحبها. لكن لا بد من التوبة. أما أن الإنسان يتمادى في الذنوب ويتساهل ويعتمد على الرجاء فقط، فهذا من الغرور. الله جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يجوز الاعتماد على الرجاء فقط وترك العمل ونقول الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب، لا تنسى هذا، أن الله غفور رحيم وأنه شديد العقاب لمن لم يتب إليه سبحانه وتعالى. فلا يتساهل ولا يقنط من رحمة الله، لا يعتمد على الرجاء فقط ويترك العمل ويقول الله غفور رحيم، يتمادى في السيئات ولا يقنط من رحمة الله إذا حصل منه ذنب فيترك التوبة، بل يكون بين الخوف والرجاء دائما، يكون خائفا راجيا. والله جل وعلا يقول عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرهم في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول سبحانه: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فيكون العبد بين الخوف والرجاء، لكن لا يخاف خوفا يقنطه من رحمة الله، ولا يرجو رجاء يؤمنه من مكر الله عز وجل، بل يكون بين هذا وهذا معتدلا بين الخوف والرجاء، لأن الخوف يحمله على ترك الذنوب، والرجاء يطمعه برحمة الله ويحثه على العمل الصالح والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول بعض العلماء: من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. خوارج هم الذين يأخذون بنصوص الوعيد. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي. المرجئة يتساهلون في المعاصي ويقولون العمل ليس من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية، يتساهلون في المعاصي، يقولون يكفي الإيمان في القلب ولو أن الإنسان لم يعمل شيئا، الإيمان بالقلب يكفي، أو الإيمان بالقلب واللسان يكفي. هذا المرجئة يعتمدون على آيات الرجاء فقط وينسون آيات الوعيد،
ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يقولون نحن نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، ولكننا نعبده لأننا نحبه من أجل المحبة فقط، وهذا ضلال وكفر. الله يعبد خوفا ورجاء ومحبة، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن. ينبغي أن نعرف هذه الأمور، نعرف هذه الأمور، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لا تستمر على السيئة وتتساهل بها، بل بادر بالتوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب لحظة لحظتها يتوبون إلى الله ولا يؤجلون التوبة، لأنهم لا يدرون متى يموتون، ولا يدرون هل يدركون المستقبل الذي يؤملونه أو لا يدركون، فيبادرون بالتوبة قبل الفوات. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، يحاسب الإنسان نفسه وينظر في أعماله، فما كان من الحسنات يزيد عليه تزود، وما كان من السيئات إنه يتوب منه ما دام في زمن الإمكان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الكلمة الثالثة خالق الناس بخلق حسن. الإنسان يتعامل مع الناس، لا يمكن أن يعيش وحده، ولا يمكن أن يستغني عن معاملته مع الناس، وإذا تعامل مع الناس واختلط مع الناس فإنه قد يلقى ما يكره منهم، قد يلقى منهم ما يكره من الاعتداء عليه أو من ظلمه أو من غير ذلك من الأذى، يلقى منهم أذى، ينبغي أن يسعهم بخلقه، أن يكون عنده خلق حسن، يتعامل مع الناس بالخلق الحسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بخلقه الحسن. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله خلقا حسنا، يتعامل مع الناس بالمسامحة والعفو وعدم العجلة في مؤاخذة المسيء، ويقابل السيئة بالحسنة، كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكان صلى الله عليه وسلم يلقى كثيرا من الأذى، يلقى كثيرا من الأذى من الناس، ولكنه كان يتسامح مع الناس ويعفو عنهم، وما انتصر صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وإنما ينتصر لله عز وجل، إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتصر لها
أما إذا كان الأذى عليه هو فإنه يصبر ويقابل السيئة بالحسن. وكم لقي من الكفار من الأذى والمضايقات، فلما أسلموا عفى عنهم وصاروا من خيرة صحابته، ولم يؤاخذهم بما صدر منهم في الأول، بل عفى عنهم وتألفهم. خذ مثلا أهل مكة، ماذا صنعوا معه ومع أصحابه من المضايقات والأذى حتى اضطروهم إلى الهجرة، من مكة إلى المدينة. فلما فتح الله عليه مكة عام الفتح وظفر بأعدائه، كانوا ينتظرون منه أن ينتقم منهم جزاء على ما صنعوه معه ومع أصحابه. ولما وقعوا في قبضته صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون منه أن يبطش بهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في المسجد الحرام وخطبهم قام خطيبا فيهم فقال: يا معشر قريش، ماذا ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في إسلامهم ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضه، والرسول يتعامل معه بالحلم والعفو حتى يحمله ذلك على أن يسلم، ويصبح الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء بعد أن كان عدوا ومبغضا، يصبح محبا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال صفوان بن أمية: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني حتى أصبح من أحب الناس إلي، وحتى صار الإسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها. تعامل معه بالخلق الحسن، وأعطاه من المال يتألفه. فلما أدرك هذا الخلق العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم حمله ذلك على الإسلام وأسلم، حسن إسلامه. قال: أمسيت، يقول أصبحت وما أحد أبغض إلي من محمد، ما زال يعطيني حتى أصبح من أحب الناس إلي، وحتى أصبح الإسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا تعامله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذه كلمات عظيمة ثلاث يجعلها المسلم منهجا له في هذه الحياة مع ربه سبحانه وتعالى، ومع نفسه التي تقوده إلى المعاصي والمخالفات، أن يعاملها بكثرة الاستغفار وكثرة التوبة ومنعها من الظلم ومنعها من المعاصي، لأنه هذه هي مصلحتها. أما إذا أعطاها شهواتها وتركها وما تشتهي فقد ضرها وظلمها، ظلم نفسه ضيعها. إذا أخذها بالحزم وأخذها بالعمل الصالح وترك العمل السيء، فإنه قد أحسن إلى نفسه
أحسن إلى نفسه فأنقذها من عذاب الله وأنقذها من الكفر والمعاصي والسيئات إلى الإيمان والحسنات، فوضع نفسه في الموضع اللائق بها، قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بالطاعات والأعمال الصالحة. وقد خاب من دساها، دس نفسه ودنسها ودسها في التراب بدل أن يكرمها، هذا خاب وخسر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفس على قسمين: تزكية منهي عنها، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، بمعنى أن الإنسان لا يمدح نفسه ويعجب بنفسه، هذه تزكية ممنوعة، لا يزكي نفسه بمعنى أنه يمدحها ويعجب بها ولا يعترف بخطأه ولا بدنا ما أخطي، لا، هذا ما، هذا زكى نفسه التزكية المنهي عنها: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. يزكون أنفسهم يعني يمدحونها ويعجبون بأفعالهم، وهي تزكيتها بالطاعة والتوبة من الذنوب، هذه محمودة ومطلوبة، مطلوب أنك تزكي نفسك بالطاعة وفعل الخير وترك الشر. والذين هم للزكاة فاعلون، يزكون أنفسهم بالطاعة والعمل الصالح. والثالثة تعامل مع الناس بالأخلاق الطيبة والأخلاق الكريمة، ولا يقابل الناس بالإساءة أو يقابلهم بالانتقام إذا ظلموه، أو وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم، وأن يثبتنا وإياكم على الدين القويم إلى يوم نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: يا شيخ، ما بال السلف يسمعون آية أو كلمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستقيم حياتهم، ونحن نسمع القرآن وعدد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتأثر إلا لحظات، ثم يذهب هذا التأثر مع أننا نتوب ونستغفر ولكن لا نستمر على عهد التوبة، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ الفرق بيننا وبين السلف أن السلف عندهم إيمان قوي، عندهم إيمان قوي، فإذا سمعوا القرآن أو سمعوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تأثروا بها واستقامت أحوالهم وعملوا بما يسمعون بقوة إيمانهم. أما نحن
فإيماننا ضعيف، نستغفر الله ونتوب إليه، إيماننا ضعيف، ولهذا لا نتأثر بالمواعظ ولا بالآيات ولا بالأحاديث إلا تأثرا يسيرا، وقد يزول هذا التأثر عما قليل، هذا لضعف الإيمان. يجب على المسلم أن يقوي إيمانه وأن يقوى خوفه من الله عز وجل وتعظم رغبته في الخير، حتى يكون على منهج السلف الصالح. نعم. يقول السائل: هل يجوز قول الحق في شخص غائب، وهل تعتبر منه غيبة، وهل لابد من المسامحة من المغتاب إذا كان ذلك يؤدي إلى خصام وشجار؟ نعم، الغيبة محرمة ولا تجوز، وهي ذكر عيوب الناس وهم غافلون غائبون، أمر لا يجوز، هذه من أعظم المحرمات، هي كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن من وقع في عرض أخيه وتكلم فيه فلا بد أن يستسمحه، لأنه ظلمه واعتدى عليه، فلا بد من مسامحته له، فيطلب منه المسامحة، إلا إذا خشي أنه إذا أخبره يزيد حقده عليه وغضبه عليه، فإنه يكتفي بأن يدعو له ويثني عليه، بدل أنه يغتابه يثني عليه في المجالس ويستغفر له. نعم. يقول السائل: ما حكم من ترك طواف الإفاضة في الحج علما بأن ذلك حدث قبل سنوات وإلى الآن لم يعمل شيء، هل عليه فدية أم ماذا؟ أفيدون أفادكم الله. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، فعليه إنه يطوف الآن، يطوف طواف الإفاضة عن ما سبق ولو مضى سنين، لأن الطواف باقي في ذمته، فلا بد أن يطوف بنية طواف الإفاضة عن حج تلك السنة ولو مضى عليها سنين. وإذا كان حصل منه جماع في هذه الفترة فإنه يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، يطوف طواف الإفاضة الآن، وإذا كان حصل منه جماع فإنه يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، ولا بد من هذا. نعم. يقول السائل: أثناء العمرة طفت أحد الأشواط من حجر سيدنا إسماعيل، وكنت جاهلا أن الحجر داخل البيت، وقد تحللت من إحرامي، هل في ذلك شيء؟ نعم، ما صح طوافك، لأن اللي يخترق الحجر لم يطف بالبيت، وإنما طاف ببعض البيت، فطوافك غير صحيح، وتعيد ملابس الإحرام عليك إذا كان هذا في العمرة، تعيد ملابس الإحرام عليك وتؤدي العمرة من جديد، تطوف وتسعى وتقصر. نعم. ويقول: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، هل يشمل الحديث الذين يطوفون بالبيت؟ ما يشمل الذين يطوفون بالبيت، لأنهم في طواف وفي عبادة، ولكن ينصتون للخطبة وهم يطوفون، لا يتكلمون يرفعون أصواتهم والإمام يخطب، لأن الطواف هو الدوران على البيت، وأما الدعاء فهذا سنة، هذا سنة، الدعاء سنة وليس هو من الطواف، وإنما هو سنة من سنن الطواف، فإذا كان يخطب فإنهم يصمتون ويستمعون للخطبة وهم يطوفون. نعم. يقول السائل:
بلغ نصابه من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، لكن ماله مختلط لأنه كان يتاجر في الدخان، ثم تاب إلى الله وأصبح يتاجر في الفواكه، ثم تذكر أصل ماله، فماذا يفعل؟ تبارك الله فيه. يقدر المال الحرام الذي هو من ثمن الدخان، إن كان يعرف المقدار فيتصدق به، وإن كان لا يعرف المقدار فإنه يقدره باجتهاده ويتصدق بالمبلغ الذي يرى أنه من الدخان، بمعنى أنه يضع في مشاريع أو يعطيه لمحتاجين تخلصا منه مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل: قدمت إلى مكة من الدمام عن طريق المدينة، وفي نيتي الإحرام من التنعيم جهلا مني في ميقات المدينة المنورة، وبعد 3 أيام من العمرة علمت بأن ميقات أهل المدينة من أبيار علي، فهل عمرتي تامة؟ أفيدونا أثابكم الله. نعم، عمرتك صحيحة، لأنك جئت بأركانها وواجباتها، إلا الواجب الإحرام من الميقات تركته، تركت واجبا من واجبات العمرة، فتفدي، تذبح فدية وهي شاة، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، وإن كنت لا تستطيع تصوم 10 أيام وعمرتك صحيحة، إلا أنك تركت واجبا من واجباتها وهي الإحرام من الميقات، تجبره بدم. نعم. يقول السائل: في بلادنا نصلي الصبح قبل الوقت، أي قبل الغلس، فهل نصلي معهم ولا نعيد، أم نصلي معهم ثم نعيد الصلاة؟ لا، صلاة الفجر الأفضل أن تصلى بغلس، الأفضل أن تصلى صلاة الفجر بغلس بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر حلت الصلاة، والتبكير بها أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة والصحابة لا يعرف بعضهم بعضا من الظلام، ولا ينصرف من الصلاة إلا حين يعرف الرجل جليسه، لأنه كان يطيل الصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، طيل القراءة ويطيل الصلاة، فيدخل فيها مبكرا في أول الصباح ويستمر فيها حتى لا ينصرف منها إلا وقد اتضح ضوء النهار، فصار الرجل يعرف جليسه، فالتبكير بها بعد دخول الوقت أفضل من التأخير. نعم. يقول: ذهبت لزيارة المسجد النبوي، فقال لي رجل: إذا أتيت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقل له إن فلانا يبلغك السلام، فهل هذا العمل جائز؟ لا إله إلا الله، يعني ما يبلغ السلام إلا بواسطة، سلم على الرسول وأنت في أي مكان، صل على الرسول وسلم عليه ولو أنت في أقصى الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فلا حاجة أنك توصي واحد يصلي على الرسول ولا يسلم على الرسول، صل وسلم عليه وأنت في أي مكان. نعم. يقول السائل: ما حكم مال الحلاق الذي يحلق اللحى والقزع وهو تارك للصلاة، فما حكم ماله، وهل إذا دعانا لوليمة نجيب الدعوة؟ تركه للصلاة أعظم من حلق اللحى، ولكن أخذ المال على حلق اللحى حرام، فهو جمع بين الكفر وهو ترك الصلاة وبين المال الحرام، فإذا كان كسبه كله من حلق اللحى فلا تأكلوا من طعامه، أما إذا كان عنده كسب حلال وكسب محرم فلا مانع من الأكل من طعامه، لأنه لا يتعين أن هذا الطعام من المال الحرام، والأصل الإباحة، أما إذا كان كل ماله من حلق اللحى فهو حرام لا تأكلوا منه. نعم. يقول السائل: أنا تاجر
أطلب من سماحتكم هل يجوز لي أن أشارك جمركي في تجارتي حتى أجتنب إعطاء الرشوة؟ أفتوني مأجورين، مع العلم أنه يساعدني في إخراج البضاعة. هذا هو الرشوة، إذا أدخلته يشارك معك هذه هي الرشوة، لا تعمل العمل هذا، أعطه الضريبة المطلوبة ويكون الإثم عليه هو، وأنت تدفع الظلم عن نفسك، ولا تعطيه شيء من المال أو تعطيه شركة من المال، لأن هذه هي الرشوة. نعم. هل يجوز للمعتكف الاستفادة من كهرباء المسجد الحرام في تغذية بطارية الجوال؟ الأشياء اليسيرة لا مانع، لا مانع، لأن شبك الجوال على الكهرب أمر يسير، ما يضر الكهرب، ما يضر الكهرب ولا يستوعب شيئا كثيرا، هذا يتسامح فيه، خصوصا للمعتكف اللي ما يستطيع يخرج، لا مانع أنه يشبك الجوال على كهرباء المسجد لأنه لا يضر بالكهرباء. نعم. يقول: هل استعمال الدبابيس في ملابس الإحرام غير مشروعة؟ وهل استعمالها لشد الإزار حتى لا يقع عليه؟ يبقى الإزار والرداء على طبيعتهما، ما يجعل فيهم أزرار أو يجعل فيهم شبابيك، لأنك إذا جعلت فيها أزرار أو شبابيك صارت مثل المخيط، والمشروع أن تلف الإزار على السرة وما تحت وتثبت الإزار إما بنفسه وإما بحزام تجعله عليه، ما في مانع أنك تجعل حزام يثبت لك الإزار، أما إثباته بالمشابك أو بالدبابيس فهذا أمر لا يجوز، لأنه يصبح مثل المخيط. وأنا أشوف بعض الناس يجعلون أزارير، يجعلون أزارير في الإزار ويزررونه مثل الثوب، هذا لا يجوز، هذا محظور من محظورات الإحرام، لأنه مثل أصبح مثل المخيط. نعم. يقول السائل: ما حكم سجود التلاوة مع أناس يقرؤون القرآن جماعة بصوت واحد في المسجد؟ إذا سجد القارئ يسجد الحضور الذين عنده، الذين يستمعون القرآن يسجدون معه ويصبح إماما لهم، أما إذا لم يسجد القارئ فالمستمع لا يسجد، المستمع تابع للقارئ، إن سجد يسجد معه وإن لم يسجد فإنه لا يسجد. نعم. يقول السائل: هل هناك ضرورات تباح فيها الرشوة إذا كانت لأخذ حق؟ الرشوة لا تحل، ما تحل، وليس هناك ضرورة، ليس هناك ضرورة إلى دفع الرشوة، والرشوة سحت لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، الراشي الذي يأخذ الرشوة والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها، مثل ما لعن آكل الربا وموكله، لعن الذي يدفع الربا ولعن الذي يأخذ الربا، لعن الذي يأخذ الرشوة والذي يدفع الرشوة، فلا تدخل في هذا المدخل، لا ترشي أبدا، تجنب الرشوة. نعم. يقول السائل: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والحياة؟ الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كفر أو أشرك، لكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، وشرك أصغر أيضا، فالحلف بغير الله شرك، شرك أصغر، ولا يجوز الحلف بالمخلوق، لا بالنبي ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بأي شيء مخلوق، لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، ولا بالأمانة ولا بأي شيء إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أخذ مصحف من الحرم للقراءة في البيت؟ لا، ما يخرج المصحف من الحرم لأنه خاص بالحرم، وقف موقف للحرم، لا يجوز أنك تخرجه إلى البيت أو إلى غيره. نعم. ويقول: وهل يجوز استبدال مصحف صغير بآخر كبير من الحرم؟ لا، لأنني لا أستطيع القراءة من المصحف الصغير. كذلك لا يجوز، لا يجوز أنك تستبدل مصحف بمصحف، مصحف من مصاحف المسجد بمصحف من عندك، لا يجوز هذا، لأن هذا وقف، والوقف لا يباع ولا ينقل من مكانه المخصص له. وإذا احتجت إلى مصحف فيه جهات توزيع، توزع مجانا، تروح للجهات التوزيع وتأخذ، أو تشتري من مالك مصحف من المكتبات. أما أوقاف المساجد فلا تتعرض لها، اقرأ بها ما دمت في المسجد، اقرأ فيها ما دمت في المسجد. نعم. يقول السائل: رجل أمي لا يقرأ، هل الأفضل له الجلوس لمشاهدة الكعبة أم الطواف؟ مشاهدة الكعبة ما هي عبادة، النظر إلى الكعبة كما يقولون مشاهدتها لا، ليس عبادة، ولا ورد به دليل صحيح. طواف هو المشروع، طواف الكعبة هذا هو المشروع، وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. يقول السائل: امرأة تكون خالة لأبي وفي نفس الوقت بنت خالتي، هل هي محرم لي؟ نعم. امرأة تكون خالة لأبي وفي نفس الوقت بنت خالتي، هل هي محرم لي؟ يعني خالة لأبيك من الرضاع، خالة أبيك خالة لك، عمة أبيك عمة لك من الرضاع أو من النسب، فعمة أبيك عمة لك من النسب، وعمة أبيك من الرضاع عمة لك من الرضاع، وخالة أبيك من النسب خالة لك، وعمته من الرضاع عمة لك من الرضاع. نعم، لأنك فرع عن أبيك. نعم. يقول: وأيضا أم زوجة أبي، هل هي محرم لي؟ لا، ليست محرما لك، أم زوجة أبيك ليست محرما لك، إنما هي محرم لأبيك فقط، أم زوجته محرم له، أما أنت فأجنبي منها. نعم. يقول: هل يجوز التلفظ بالنية قبل الصلاة؟ التلفظ بالنية بدعة، ما يجوز التلفظ بالنية، النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه كان يقول: نويت أن أصلي، نويت أن أطوف، نويت أن أتصدق، كان يفعل العبادات ولا يتلفظ بالنية، لأن النية عمل قلبي وليست عملا لساني، ولأن الله يعلم ما في القلب، فلا حاجة أنك تتلفظ. قل: أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، لا حاجة إلى التلفظ، الله يعلم نيتك لو ما تلفظ. نعم. يقول السائل: يقول بعض الناس إن أسماء الله ليست توقيفية، بل إن الصفة إذا لم تكن مقيدة أو متعلقة بشيء كالاستواء على العرش يشتق منها اسم وإن لم يرد في الكتاب والسنة بلفظ الاسم، فما هو قول فضيلتكم؟ هذا قول غير صحيح، لا يجوز القول على الله بلا علم، وأن نثبت له أسماء أو صفات بغير دليل، لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته، ولا نزيد من عندنا شيء ونستحسن أشياء ونسمي الله بها ونزيد على أسماء الله وصفاته الثابتة كتاب والسنة، نقتصر على الكتاب والسنة
ولا نتدخل في هذه الأمور. وأنا أشوف بعض الإخوان اللي مبتدئين في طلب العلم يتدخلون في هذه الأمور. عليك بمنهج السلف. السلف ما كانوا يقولون شيء من عند أنفسهم، إنما يثبتون لله ما في القرآن أو في السنة فقط، ويقتصرون على هذا، يقتصرون على ما جاء في الكتاب والسنة ولا يزيدون عليه، ولو كان يورى لهم أن هذا شيء طيب. لا يجوز القول على الله بلا علم، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. يقول السائل: من كانت عليه كفارة القتل، قتل الخطأ، هل يبدأ من بداية الشهر أم عليه أن يحسب 60 يوما؟ وإذا أفطر يوما ناسيا عليه الإعادة من الأول، أفيدون أفادكم الله؟ هو بين أمرين: إما أن يصوم على الهلال إذا كان يرى الهلال، إذا كان يرى الهلال يصوم على الهلال لا بأس، أما إذا كان ما يرى الهلال فيصوم بالعدد، يصوم 60 يوما، يصوم بالعدد، قوله تعالى: فإن غم عليكم فأكملوا الشهر 30. فإذا كان يرى الهلال هو بنفسه يصوم على الهلال لا بأس، وإذا كان ما يرى الهلال وهذا هو الغالب على الناس فإنه يصوم بالعدد 60 يوما لأنه لم يرى الهلال. وإذا نسي وأفطر يوم، نسي الصيام، فهو معذور بالنسيان، يبني على الصيام الماضي ويكمل ويعذر بالنسيان. نعم. ولا يقطع التتابع، النسيان ما يقطع التتابع. نعم. يقول السائل: صليت بثوب عليه أثر المني دون غسل، وذلك لوجود ثوب الآخر في المغسلة وأنا معتكف. المني طاهر إذا صار على الثوب ولا على البدن فهو طاهر، لكن من المستحسن غسله وإزالته من باب النظافة، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي ثوبه البقع من المني، كانت عائشة تغسلها أو تفركها، وأحيانا يبقى شيء ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم. المني طاهر وليس بنجس. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.